هادشي وقع البارح مع صافي ومن تماك جبتوه لان الطبيب والو ديريكتيف مام هادشي اللي غندير انا ربما كون ماشي ديريكت مام ديالك لان مرتو راه مريضه انا مازال ما قلبتش ولكن ربما الحراره اللي السيده مازال في الدار ديالها ياك الناس مسؤولين توصلتوا مع الناس مسؤولين اسعاف شرطه حتى واحد ما قالك غنصيفطوا لكم ناس صافي دا وقال لك صافي غادي تجيكم واحد شويه شحال الساعه دابا دابا 12 تقريبا اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تيفي معكم مباشره من حي سيدي مومن بالضبط في حي القريه السيد يبلغ من العمر 78 حتى 78 سنه توفى ليله البارحه جراء تعرضه للكورونا مشاو عند الطبيب ديالو قلبو داروا سكانير لقاو بلي فغي في كورونا داروا ليه التيست لقاو فيه كورونا بغاوه يتعالج قال لهم بلي خاصكم غير تديوه للدار وشوفوا ليه الاكسجين شوفوا كيفاش ديروا تعالجوه شريوا الدواء شريوا المسائل جاوا للدار ديالهم السيد انا لله وانا اليه راجعون توفى مع 4 الصباح لكن للاسف من 4 الصباح والناس كتتصل بالاسعاف بدون اي رد لحدود ساعه وحنا دابا داخلين في 12 السلام عليكم السيد وعليكم السلام ورحمه الله والله يجعلنا سوا بنتي يا ربي امين يا ربي امين ممكن تقول لنا كيفاش كانت الحاله ديالو وفين ديتو وفين واش ما قبلوا تسبيطات لا درنا الكلينيكات ولا داكشي كاع اللي مشيتي له تيقول لك عامرين هادشي تيقول لك هذا غادي يخرج على 3 ايام هذا غادي يخرج على سمو السيد الحاله ديالو غادي تزيد ما بقاش ما تياكل ما تيشرب ما تيهضر مع الصبي يديه غاتيزير فيهم غير بحال هكا العينين نص محلول نص مسدود ما بحال ما تيشوف ما تيسمع بحال فاقد الوعي غير بحال فاقد الوعي دينا للطبيب دينا للسبيطار ديال الحومه ديالو دخلونا عند الطبيب شافوا الطبيب وداك الشيء قال لنا غديروا له سكانير مشينا درنا له سكانير ملي جينا عنده قال لك ودي هذه الحاله خصكم تجيبوا الاكسجين خصكم تجيبوا له الاكسجين غادي ديوه للدار يداو تشريو له هاد الدواء تشريو له هاد الشيء. شحال كيسوى الاكسجين اسيدي؟ ملي مشينا تنسولو على الاكسجين قالوا لنا 2 الملايين والناس ماشي ديال هذاك سميتو ما عندوش وقالوا لنا الصغير بمليون الفرنك وهذا الشيء جيت موريزكو عندها سميتو ديال موريزكو 2 المليون وقال لك راه تيتكراو ب 80 فرنك بغينا نكريو ب 80 فرنك قال كل شيء خارج كل شيء خارج بدينا تنتصلوا بالناس ديالنا هنا 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 اخر وقت شافوا لنا الناس مع هذيك السبعه ديال العشيه ولا السبعه ونص جاب لنا واحد السيد سميتو الدواء محتاج الاكسجين والو والو اللي جبنا واحد سميتو ديال الاكسجين عند واحد غير بحال صغير ديال سميتو ديال الماء مع هذا درنا للسيد الاكسجين شويه قلنا راه لاباس غادي يبدا غادي سمو صافي بقينا معاه الدواء ما تقدرش تشربوا له فمو ديما مسدود ما تيبغيش يقيس لا الماء لا حتى حاجه ما تي الدواء ما عندكش القدره باش توصلوا له لفمو خلينا مع داك الاكسجين ربما يتسرح بقيت سهران معاه هكاك حتى لشي 2 د الليل بعدت منه شويه جلست واحد شي شويه باش سميتو داني النعاس وصلت هذيك 4 الا ربع ديال الصباح ولا هذا ضربتني الفيقه نط نجري عند الراجل بحال هكا تلقى السيد الاكسجين خدام الكرش ديالو كله واقفه ما كاين لا سميتو راسو هذا الفم ديالو ما كاينش سميتو قلبت له القلب ديالو قلبت يدي على قلبه تلقى القلب ساكت ما فيهش لا سميتو
صافي فيقت المراه ديالو قلت لها ودي راه السيد الله يرحمه الزوجه ديالو مسكينه حتى هي فيها كورونا قلت لها ودي الزوجه ديالو ها قلت لها بدات تسمو قلت لها ودي صافي صبري هادشي ما فيهش اجل بيد الله ودابا حنا واحلين فاسميتو ها دابا يمكن انقاذ الزوجه ديالو دابا مع الصباح جلسنا حتى الصباح مع 8 ونص ولا 9 مشينا اتصلنا بسميتو بان هذا قالنا صافي سجلوا لازميتو أن احنا غنصيفطوا لكم لومبيلونس واحد شويه الى لحد هذا الوقت باقى لومبيلونس يعني ما وصلاتش من 4 الصباح الحدود الان ما جاتش حتى الناس تيبغيو يجيو تنقول لهم غير حبسوا التليفون ما تجيوش هاي لا يعقل ان من الواجب اكرام الميت دفنوه هذا الشيء اللي كاين في الجيو والحراره المرض والزوجه ديالو تتبغي تدخل له تنمنعوها الى خرجت انا تقدر تدخل عنده وربما ياثر عليها داك الشيء اكثر من سميتو هذا الشيء مناش خايفين باش كطالب اسيدي هو راه باين باش تنطلب ان الاسعاف انا بغيت الاسعاف تجي باش تدي الميت لبلاصتو ويتكلفوا بالسيده بسميتو يشوفوا تعاود تقلب ولا تشوف شنو كاين عندها واش زايد شي حاجه شكرا لكم تنتوما اللهم امين ان شاء الله بمغفره الذنوب لينا وليكم يا ربي امين يا ربي شكرا بنتي الله يحفظكم الله يعاونكم نعاودوا نذكركم مشاهدينا الكرام اننا قدام الدار ديال السيد اللي كيبلغ من العمر 74 سنه توفى ليله امس على الساعه 4 صباحا كان مريض بكورونا بغى يتلقى العلاج في المصحات كلشي عامر في لي زوبيتو بيبليك في المستشفيات العموميه لقاوهم عامرين بغاو الاكسجين مشاو يشريوه لقاو باللي كيدير جوج المليون مليون ونص القدره ديالهم ما كتسمحش بغاو يكريوهم لقاوهم عامرين بقاو كيتسناو والدواء ما كيدوزش ليه ما كاينش اللي غادي يعتني به السيد انا لله وانا اليه راجعون توفى الان معاه الزوجه ديالو حتى هي مراه كبيره فيها كورونا كيطالبوا ان الاسعاف تجي ما كتجيش من 4 الصباح حتى 12 دابا وجايين غادي في الوحده لا يعقل اكرام الميت واجب والدفن ديالو واجب وخاص الناس تكلف والمسؤوله لانه مازال يعتقوا ما يمكن عتقوا لانه المراه خاصها تعتق لان حتى هي فيها كورونا ونسال الله السلامه والله يشفي ويعافي ويرحم الجميع.